شي مهم قبل ما نبلش الفيديو. سوبر اذا وصل هيدا الفيديو ل 100,000 لايك بسرعة كتير. الفيديو الجاي رح يكون فيه مفاجأة كتير قوية. فعملوا كتير لايكات على هيدا الفيديو. اكيد اكيد اذا ما تكون مشتركين بالقناة في زر احمر مكتوب فيه سبسكرايب بسوا عليه وفعلوا الزرف لتكبر عائلتنا. انا كتير بحبكم. لو شو ما بكون انسوا مشاكلكم انسوا همومكم لانه انتو اذا كنتوا تتابعوا القناة واول مرة بتشوفونا اشتركوا بالقناة سبسكرايب بالقناة وفعلوا الزرق. سوبرز انا عايش احلى لحظات حياتي. اوكي كيكي دخل كيكي كيكي. سوبرز وصلوا الليزي بويز. اخ سوبرز ما عم بنزل. منيحة انه نحن نوصي على طول ايزي بوي. سوبرز ما عم بنزل عنهم بالضيانة. بتلاقيني قاعد هون امبارح نمت هون خفيت. لا الراحة النفسية اللي نحن في ليك 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 بادي ليك 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 يا هلا يا هلا ليك يا هلا بالامتوني يا هلا يا هلا. اوكي بدنا نطمنكم انه عملنا تيست لامتوني وامتوني نيجاتيف. سوبرز اول ما عرفوا انه نيجاتيف اثنيناتهم دور اخذوا مفتاح السياره. ما عندها كورونا. اخذوا سوبرز مفتاح السياره وراحوا دغري عملوا شعراتهم. رجعت ضفيره زبطت حالها دغري. الحمد لله على السلامه يا امتوني. الحمد لله على السلامه يا ماما حبيبي. خلي لنا اياكي وضلك بصحتك. ميرسي ماما. سوبرز شوفوا شو في قدامنا على الطاولة. اوكي سوبرز اوكي سوبرز هيدي هيدي الاجة تبعيت فادي. سوبرز هيدي الخزنة من عمر فادي تقريبا. من وقت ما فادي ولد انا كنت برجع على البيت اوقات معي كومين بعطيه اياها بيضبها. فادي ما بيعرف بالمصاري ما بيعرف بقيمتهم يعني لانه فادي شو ما بيعوز بيطلب منا دايركت. بس صار له شي يومين فادي عم بيعن ويزن ويقلنا بدي افتح الاجة بدي افتح الاجة. واليوم شو جيت قلت لي بابي بابي شو جيت قلت لي اليوم لحظه سوبر شوفوا تزعي. اليوم اجى قال لي بابا منزوعه. قلت له بابي شو منزوعه؟ سوبرز امبارح اعطيته لفادي كوين. قلت له بابا حطها بالاجه تبعك شوفوا شو صار. فادي فرجي السوبر شو صار معك امبارح. ليك 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 سوبرز خلص انتزعت الاجه خلص. فركض لعندي قال لي بابي بابي ليش انتزعت؟ ما عليكم سوبرز خلص ما عم بتفوت. سوبرز احنا هلا رح نفتح الاجه لانه منزوعه ولا كوين ولا فاليوم نحن قررنا نفتح. اوكي هلا رح نفتحها معكم ونقعد نعد المصاري ونشوف قديه فادي معه مصاري. انا بقول خلينا نقول شغله كثير مهمه انا وكيكي انه لو شو ما طلع الرقم اللي موجود وفادي رح ياخذه ويشتري فيه اللي هو بده اياه نحن الرقم اللي رح يلعب الاجه هو ذاته انا وكيكي رح نتبرع فيه كمان لناس محتاجة. لا طبعا لناس محتاجة قد ما يطلع الرقم عند فادي يطلع كتير كتير. فادي بيشتري ونفس الرقم انا وكيكي هو ذاته كمان باسمكم باسمنا واسمكم رح نتبرع. سوبر هيدا مفتاح الخزنة وهلا انا بفتحها فيه. اوه لحظة هلا بدي اخذ مشهد اخراج روقي. يلا كيكي يلا كيكي. يا كيكي ما طفيت الالارم ما طفيت ما خلص افتحي 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 افتحي. لحظة الكرو لا تطفي الالارم. اوكي يلا لبي 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 كيكي. كيكي ما عم تخلص ما عم تخلص ما عم تخلص. اخذت على مشهدين وما لا 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 واو اوه كيكي وسعيهم وسعيهم وسعيهم. دول كلهم انت مجمعهم ومين مجمعهم؟ فادي هاي فاي فاي شو هي دولار؟ ولمنين جايب دولار؟ جايب 5000 ليرة 5000 ليرة لبنانية.
في في عمليات لك في يو هيدي كم جنيه؟ 50 قرش هاي نص جنيه كيكي كيكي هاي 50 نص جنيه نص جنيه يا قلبي مرة قطع علي نص جنيه بعرف حبيبي انت ما بيقطع عليك نص جنيه اه نص جنيه انت ما بيقطع عليك نص جنيه لا لا ليك في عمليات في في كيكي 10 يورو هدول اخبار تيتا 10 يورو هدول اخبار انتوني اكيد اكيد هيدي انا بفضل خليها بس لحظة لحظة توني قبل ما ندقمش شي ما تتحرك من مطرحك شو بعمل؟ خليك واقف مطرحك هيك مثل ما انا؟ كيكي وين الرقبة؟ سوبر مرحبا اوكي انا صبرت هلا شو بعمل؟ شو؟ قبل ما ندق فيهم بدنا نعقمهم لازم يتعقموا كله لانه بكون مليانين ميكروبات سوري كيكي حبيبي صار لهم 6 سنين بالعلبة اي ميكروب واي فيروس عايش ما بيعرف ميكروبات من اي هلا 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 عم بتعقم المصريين نفسيا اوكي نفسيا خلص كثير مهم سوبرز قبل ما نبلش قبل ما نبلش نعد نعقم كثير مهم هلا حتى الورق سوبرز فينا نضل نرشه ليصير مي ما يقعد ينفع بس انه يكون نظيف اهم شيء شو عم تعمل بلشت تعب لحظه بدنا نعمل استراتيجي بالعمل اول ما بحلي خلينا نشيل الورق اوكي او شي خلينا نفصل الورق ماشي فيها وجهه نظر فصل الورق يلا خمسة وعشرين جنيه ورق خليني فرجيكم العملات كلها الأجنبية اللي معنا أوكي هيدي سوبرز هيدي 10,000 ليرة لبنانية أوكي اللي متابعينا من لبنان أكيد حافظينا بس أكيد في منكم مش شايفينا من قبل هاي 10,000 ليرة لبنانية و5,000 ليرة لبنانية هيدي 5,000 ألف كمان معنا 1,000 ليرة لبنانية كمان هيدي 1,000 ليرة لبنانية هيدا الدولار اكيد الدولار كلكم تعرفوا 10 يورو اوكي هيدي اكيد امتوني حطت له اياها لفادي بتكون شي مره راجع من فرنسا من عند اختي هيدي ال 10 يورو اوكي لكن بهيدي الطريقه بنكون كيف بعتكم كثير بنكون شفنا العملات الورق كلهم اوكي لكن هلا عملات الورق بالاخير نرجع بنحولهم كلهم لجنيه وبنقول لكم قد ايه الدولار هلا بدنا نفصل لانه في عندنا جنيه وفي عنا نص جنيه وفي عنا ربع جنيه فبدنا نفصلهم عن بعضهم خلينا اول شيء نفصل الجنيه هذا عن الربع عن النص ونشوف اذا بيطلع لنا كمان عمله اجنبيه كمان ثانيه اذا طلعنا شي يورو او شي شيء سوبر هيدا 1 يورو خليني اعمل فوكس اوكي هيدي باين عليكم مزبوط 1 يورو ايه هيك مبين ايه هيك عظيم الفوكس اوكي سوبرز هاي 1 يورو وهيدي 50 سنت يعني نص يورو يلا 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 فوكس اوكي هيدي 50 سوبرز نص يورو بين معي كمان 20 سنت هيدي 20 سنت يورو سوبر ظهر معنا 25 سنت امريكاني ربع دولار ما بنعرف صراحه منين اجا ما بنعرف كيف ممكن يكون حصل عليه طيب كيكي بعتقد انه الاستراتيجيه اللي عم نشتغل فيها مش كثير صحيحه انا كمان بعتقد نفس الشيء حاسس انه بعدنا محلنا عم فكر تعال نعمل تاورز يعني تعال نقسمهم عشرات بنجمعهم تاورز بنرجع نعد التاورز لانه غير اصلا ما عم نخلص يعني ما نخلص يعني مثلا يعني عدي 10 اول شيء مثلا لالي بس 5 8 10 هاي 10 وانت 10 مثلا هيك 10 عرفتي شو هيك بعتقد انه بصير اسهل علينا بكثير نشتغل صح طب ليكي بس لحظه قبل ما نعمل هيك تعال نعمل تحدي كثير سريع شو التحدي؟ اوكي تعال نعمل اول شيء انا وياك تورين نشوف مين اكثر واحد بيعلي بالتورز قبل ما يجي اوكي بس ما قرب لما نكون الاسبوع الرابع بعض بدنا نقرب ما فيها تقرب بيوعى ما فيها تقرب قرب لهون مش عم تقربي لا مش حوقك بس بدك تقربي شوف السوبرز الفرق اهلا يلا كمل هلا على ما
شو لا 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 احكي معه احكي معه قول له بليز بس انا توقع بليز ما توقع ما توقع يلا 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 شيلي ايدك حبيبي خلص ما معنا لبكره كيكي كيكي خلوني فاعملكم فوكس على الجنيه المصري سوبرز سوبرز ليكو الجنيه هيدا الجنيه ليكو 1 ايجيبشن باوند جيبينا بسكويت جيبينا بسكويت وعصير انا كمان هالوقت جيبينا بسكويت وعصير اوكي انا احنا عامل كاستوره صار لك 4 ساعات عم تجيبي عصير؟ شو عم تقطفي ليمون من عند الشجرة؟ عم تقطفي من عند الشجرة حسيك؟ انت جبت لك مانجاي قصيت لك اياها وعصرت لك اياها ايه جبتيها؟ انت انا ناسي جبتيها وعصرتيها حبيبة قلبي انت هيدا البسكوي هلا خبزته انا هاي ثالث مرة بغير بطارية اوكي هيدولي اخر 50 بايدك كيكي اوكي وهول 25 وهيدولي العملات الاجنبية يا اوكي جيبوا ورقة وقلم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 50 قرش يعني 23 5 جنيه الوحدة هول كل 10 بيعمل 23 ضرب 5 جنيه 115 جنيه حلو وعندك هيدول هون 10 يعني 5 جنيه هلا الجنيهات بس بدي ركز يلا يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 82 83 اوكي 83 10 يعني 830 جنيه ومعنا 25 وهول 4 جنيه هلا بدنا نحول العملات الثانيه لجنيه العملات الاجنبيه لجنيه 1 دولار اوكي 15 جنيه 10 يورو 10 يورو يعني حوالي 200 جنيه بنوصل هلا للعمله اللبنانيه معنا 10 15 16 19000 ليرة هلا مبدئيا عندنا مشكلة لأنه لبنانية بيفهموا علينا لأنه نحن هلا الدولار والعملة اللبنانية كثير كثير عم يلعبوا يعني 19000 يعني من حوالي السنة كانت تعمل حوالي 13 دولار امبارح إذا على سعر الدولار امبارح كانت بتعمل دولار ونص دولارين حطي عندك لكن هلا دولارين دولارين يعني 30 جنيه اصلا هل بعد في شيء هل موقعين شيء بشي مكان بشي محل حدا معه شيء بجيبته اوكي عظيم يلا خلينا نحسب 115 5 830 15 200 30 7 8 قد ايه 80 1320 جنيه مش قايل واو واو فادي فادي معه 1320 جنيه لسهلكم اياها كلكم بالبلاد العربيه اللي ما بتتعملوا بالجنيه 1320 بتعني تقريبا 85 دولار واو برافو دادي سوبرز بس مش قليل 1320 جنيه لشخص بعمر فادي بياخد جنيه يعني نحن فادي انا بكون راجع على البيت هيك بكون راجع على البيت بكون معي جنيه او 2 جنيه بنعطيه اياهم فتخيلوا بس هيدا رقم هذا رقم كبير هلا رح نجمعهم كلهم ورح نشيل لك فيهم رح نشيل لك فيهم شيء ونحن سوبرز انا وكيكي رح نشيل 100 دولار ونتبرع فيها باسمنا واسمكم انتم كمان لا ناس محتاجين يلا متجمعون كيكي حرام عليك يا كيكي مش معقول كيف كان لك قلب صار لنا شي 4 ساعات بنشتغل فيه
وفادي عمشه نصه لبرا. ايه بابا حط الورق كمان، حط كل شيء كل شيء، حط كل شيء بالكيس. هذا الكيس رح ينخزق، بدنا كيس ثاني. جبت الكيس تبع الساندويشات، جبت كيس الخبز. اوبا اوكي سوبرز، كيس معي وكيس مع كيكي. رح نروح هلا نتركهم. ليه بدك تروح انت وبابي؟ انا وبابي يعني انا وانت وحدنا؟ ما بدك تروح مع مامي؟ ليه ما بدك تروح مع مامي؟ بدنا نعزل. شو عايزك؟ انا باخركم بعد. مستعجل بدنا. اه وعيو او فادي فادي مامي فات وزنه الصبي، فات وزنه. طيب سوبرز نحن صرنا بالسيارة، فادي قال لي بابي افتح الكاميرا لأنه أنا بدي أقول للسوبرز شيء كتير مهم. شيء كتير مهم إنه ما كان بدي ماما تجي. قلت لها لا ما تجي معنا لأنه بدي أجيب لك هدول ماما المناسبة عيد الأمهات. أنت هلا بدك تشتري لك هدول ماما بمناسبة عيد الأمهات؟ مش هيك ما بدك ماما تروح معنا؟ يعني هلا انت قلت لها ماما ما تروحي معنا، قلت لها انه انت مستعجل بدك تروح وترجع بسرعه، بس انت يعني انت كنت بدك تروح تشتري لك هدو هلا؟ ايه بالمصاريات اللي طلعوا لك بالاجي، المصاري اللي طلعوا لك بالاجي بدك تشتري فيهم كادو لماما ولا بدك تشتري فيهم كادو لك؟ لا لا لمامي. ما بدي اجيب لها الي، بدي اجيب لماما. لا بدك تجيب. بدك تجيب كادو لمامي بالمصاري اللي طلعوا لك منها. حبيبي انت يا قلبي انت يا. مع انه انا وفادي كنا محضرين مفاجاه لمامي، محضرين فيديو بكره بدنا نصور لكم اياه. فادي غنى غنيه لمامي وبدنا نسمعها اياها ونشوف ردة فعلها. يعني في كادو ثاني غير الغنيه بدك تجيب لها كمان كادو؟ يعني هلا انا وانت بدنا نروح نجيب لها كادو لمامي؟ واو بدك دخلك دخل قلبك انا سوبرز. اوكي فادي هلا انا فاجئني بهيدي الخبريه، رح نقفل الفيديو ونحن هلا بحصاله فادي، بس بكره على القناه رح يكون في فيديو مفاجاه من فادي، رح نصور لكم شو رايحين نشتري ونرجع على البيت نفاجئ مامي بالكادو ونفاجئ مامي بالغنية. بدنا نجيب لها شيء كثير حلو، لكن انتظروا الفيديو الجاي، يعملوا كثير لايكات لفادي على الفيديو وهنوه على هالقلب اللي عنده اياه. انتظروا فيديوهاتنا البيانات على القناه، بنحبكم كثير، بوسات كثير، باي.